باشمهندسة ميرال، لو حد طلب منك في أحد الأسواق العربية تصميم معين هتعمليه ولا أنا بصدر بس تصميماتي أنا، تصميمات ميرال لاشين اللي هي زينب؟ لا أنا تصميماتي أنا، تصميماتك أنت يعني ما ينفعش أبعت لك صورة أقول لك لو سمحت عايز أعمل التصميم ده؟ طب فكرك أنت لسبب. أول حاجة في الحالة دي ممكن تقدر تروح خياطة، لأنها الخياطة هي هتبقى متحملة نتيجة الديزاين بتاعها، هي اختارت الديزاين ده، أنا ممكن أبقى شايفاه عليها مش حلو، عارفة إن في الآخر شكله مش هيطلع مظبوط قوي، فأنا يعني أنا بعمل الديزاينز بتاعتي اللي ببقى مقتنعة بيها. تصميم جديد أهو، القماشة حلوة قوي، هي كذا قماشة في بعض. مش كده يعني كتان؟ كتان في أيوة. كتان مع شبك، في كتان مع شبك مع ترتر، فهي مش خامة واحدة، لكن هي في الآخر بتظهر لحضرتك مجرد قطعة كاملة، مش بتبقى عارف ايه الخامات اللي داخله مع بعض. وعجبني جدا ان ممكن تمشي مع البنات الصغيرين والسيدات الكبار. صح ولا لا؟ دي حقيقه فعلا. الديزاين ده يعني حبيت اعمله بطريقه دي، لو حطيت بقى الكات نفسها مختلفه والشغل مختلف، مغربي شويه اكتر، هنا عامله كبشو اكبر، فمدي اللي هو ينفع سبور اكتر يعني رغم ان الخامه بتلمع لكن ينفع سبور قوي، ينفع مع جينز، ينفع مع بوت، ينفع في الصيف. ففكرته ان هو خاماته تنفع في العادي، اللي تنفع بالليل قوي، في نفس الوقت تنفع سبور لان الموديل نفسه سبور. بتبقي مبسوطه مع كل تصميم جديد تطلعيه ويظهر للنور؟ طبعا دي اكتر حاجه بتبسطني في الموضوع كله، يعني اول حاجه ان انا اطلع ديزاين اشوف شكله عاجبني، انا عاجباه، في نفس الوقت اول ما انزل الكولكشن الجديد ولاي بقى اقبال على الكولكشن ده بحس ان حقيقي انا مبسوطه. طيب والسؤال الاهم، تغيير المسار شايف انه كان لازم يحصل؟ طبعا اي حد لازم يروح للحاجه اللي بيحبها ومؤمن بيها لانه هيعرف ينجح. المهندسة ميرال محمد لاشين صاحبة العلامة التجارية زينب الخاصة بالملابس الهاند ميد المحتشمة، استخدمت اللي تعلمته في كلية الهندسة في مجالها الجديد في تصميم الملابس، يعني درست السوق كويس جدا وتعرفت على احتياجاته وحددت الخامات اللي لازم تستخدمها والموردين ليها، وكمان درست الباترون الخاص بتصميم الأزياء وده علم لوحده، وخدت دورات في خامات التصنيع زي الأقمشة والإكسسوارات وغيرها، وكمان عرفت إزاي تستخدمها. باختصار هي أخلصت وبالتالي كانت لازم تنجح. المهندسة ميرال محمد لاشين من ورشة صغيرة في منطقة شبرا، كان الناس هناك بيسموها الحاجة زينب، الحاجة زينب جت، الحاجة زينب راحت، بقى النهاردة عندها أتيلي كبير في منطقة القاهرة الجديدة، وشاركت في معارض السعودية والإمارات والكويت والبحرين وغيرها، يعني نقلة كبيرة في حياتها أجبرتها على التفرغ الكامل لعملها كمصممة أزياء، ولكن اهتمامها في المقام الأول بأسرتها. نشوفكم بكرة.